يا مساء الفل والجمال والصحة والسعادة على أحلى وأجمل وألطف ناس في الدنيا، حبايبي الغاليين يا رب دايما متجمعين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة خفيفة لذيذة ولسه مكملين وصفات لعيد الأضحى. يا رب يعود علينا كلنا الأيام بخير وسلام. النهاردة يا جماعة معانا وصفة أو حتة لحمة يطلع منها طواجن أشكال والوان ليها محبين كتير قوي قوي، وبيختلف برضو في أكلها شوية كده. فالنهاردة استعدوا، الحلقة قوية جدا، ريحتها هتبقى من هنا لحد عندكم. فبعد الفاصل اقعدوا كده واستنونا. زي ما اتفقنا احنا مش هنسيب في البقرة حاجة غير لما نطلع منها احلى الوصفات. عيد اللحمة بقى. طيب النهاردة زي ما قلتلكم معايا قطعية لحمة في ناس بتعشقها وفي ناس تقولك لا 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 ما كلهاش. طب عايز اقولكم ان حتة اللحمة دي ما تفرقش حاجة عن اي حتة لحمة تاني موجودة في البقرة، ولكنها هي مميزة انها طرية. عايز اقول لكم انها بجد لو ما كنتوش جربتوها قبل كده بالمقادير دي وبالوصفات دي وبطريقه سلقها انتوا هتعشقوها. تفتكروا هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل لحمه الراس. ولحمه الراس زي ما بقول لكم من القطعيات اللي بجد حلوه جدا وطريه، بس ليها اصول علشان تتاكل وعلشان الطعم. فأول حاجة كده هنقول أصول سلقها. تعالوا بقى نشوف هنسلقها إزاي علشان نعمل بيها وصفات أشكال والوان. أول حاجة عندي هنا علشان أسلق لحمة الراس محتاجة إيه؟ محتاجة شوية زبدة، ورق لوري، حبهان مستكة، عود قرفة. طيب محتاجة بقى قرن فلفل. أيوة دي هتقولي دي سلقتيها، أقول لكم لأ ما سلقتهاش، أقول لكم دلوقتي أنا عملت فيها إيه. عندي بقى هنا مستكة وعود قرفة والقرن الفلفل الحلو الحار، وعندي الطماطم متقطعة أربعة أرباع وزيها بصلاية وشوية فصوص فلفل أسود وكرفس. كرفس ثم كرفس ثم كرفس، حطوه في أي حتة لحمة وانتوا بتسلقوها، ممبار، كرشة، فشة، بصوا أي حاجة. الكرفس ده يا جماعة معطر كده للشوربة، معطر للأكل، فواح. بس كده يبقى دي مقادير السلقة عندي. تاني أنا هاخد لحمة الراس هعمل بيها إيه؟ هسلقها بشوية زبدة، ورق لوري، وحبهان، ومستكة، وعود قرفة، قرن فلفل، وطماطم متقطعة هي والبصل، وشوية فصوص فلفل أسود وكرفس. متفقين؟ متفقين. طيب طيب أمال هي لونها كده ليه لما أنت بتقولي مش مسلوقة؟ إزاي بقى لونها كده؟ تعالي أقولك. بص لحمة الراس انت عارفة ان انا اساسا ما بغسلش اللحمة، خلاص اصلا انا بغسل ايه؟ الكوارع، بغسل الممبار، لكن حتة اللحمة بتتغسلش. طب هنضفها ازاي؟ بقولك ازاي. بجيب حلة واملاها مية، خلاص بجيب حلة واملاها مية وبعدين تغلي، احط فيها ايه؟ عود قرفة، فص حبهان، ورق لوري، عود كرفس. بس كده؟ اه بس كده. واول ما تغلي كويس جدا اروح ماسكه لحمه الراس دي منزلاها فين؟ في الميه. تاخد لها 7 دقايق كده، 10 دقايق، تمام. اروح شايله لحمه الراس وحطها هنا وارمي بقى الميه دي كلها، مش عايزاها. فهمتوا؟ بس كده. طيب هعمل ايه بقى؟ هسلقها بقى من اول وجديد. دي كده زي ما تقولوا انا بنضف اللحمه عندي، بس من غير ايه؟ من غير ما اشطفها ولا اغسلها. طيب جبت بقى حته اللحمه الحلوه دي، الله ده فيها يا جماعه شويه قرقيش، يا نهار ابيض. لا بصوا لحمه الراس خطيره خطيره، يتعمل منها بقى يعني رقم واحد طاجن، يعني رقم واحد. رقم اتنين لحمة الراس يعني سبانخ. لحمة الراس يعني ايه؟ سبانخ. عارفين كده زي ما العكاوي يعني بامية، لحمة الراس يعني سبانخ. جربوها كده وانتوا هتدعوا لي. طيب اول حاجة بقى بعملها ايه عشان اسلق؟
روح اجيب بس معلقه كده واحط الزبده. خلاص انا طلعتها على شطفتها ولا اي حاجه. اوكي، وطبعا نقطه زيت زي ما احنا متعودين علشان الحاجه ما تتحرقش. واحط بقى هنا ايه، يلا ورقتين لوري، فص مستكة، يا نهار، فص واحد كده يدوب ويدي ريحة جنين، وحبهان، والعود القرفة، فصوص الفلفل الأسود، دي رقم واحد. وبعدين أنزل بقى اللحمة عندي أهي، لازم أسمع الصوت ده، أروح كده مقلباها ومحمراها. لازم احمر قبل ما اسلق، ليه؟ النكهه بتكون مختلفه، الشوربه مختلفه، نكهه وشوربه، مش عايزه اقول لكم حكايه. اهي بحمرها الاول. بصوا بقى، انسوا ان انتوا تلاقوا اي حاجه فيها مش مقبوله، ولا ريحه ولا اي حاجه، خطيره. طيب وبعدين بقى بحط ايه؟ انا حطيت الاول الحاجات العطريه، احط ايه بقى؟ يلا، زي ما قلنا قرن الفلفل الاخضر، والبصل المتقطع، والطماطم المتقطعه، وعود الكرفس الخطير ده اللي بينكه لي الشوربه، وبعدين الملح والفلفل الاسود. ايه ده يا يوفي؟ بس ده الملح بيقلل سوى اللحمه وبيعطلها. مفيش كده، صدقوني الريحه خطيره. والفلفل الاسود الريحه وهميه اساسا. ونقلب تاني، لازم الميه عندي تكون سخنه بقى وبتغلي. على فكره الحته دي بتتقشر بعد السلق، الحته دي بتتقشر بعد السلق مش قبل السلق، بتتشال على طول اهي. ريحه بقى دلوقتي خطيره. طيب عايزه اقول لكم ان ممكن اقطعها قبل ما احط فين، قبل ما احط في السلق، وممكن اقطعها بعد ايه، بعد السلق، براحتكم خالص. خلاص زي ما انا عايزه اهي. احط عليها بقى ايه؟ زي ما اتفقنا الميه السخنه اللي بتغلي اهي. بصوا من قبل ما تغلي هتلاقوا الشوربه ليها لون، ده علشان طبعا البهارات والتوابل وكمان النكهات الحلوه اللي احنا حطيناها. بس كده، واعمل ايه؟ اغطيها، ميه سخنه بتغلي، واسيبها بقى ايه تتسلق. اغطي كده واقول لكم بقى، احنا طبعا متعودين ان احنا بنسلق ايه، بنسلق اللحمه على نار عاليه ربع ساعه تلت ساعه، وبعدين بهدي النار، مش بغطيها قوي، لكن ما يعني في اللي هو في النص وفي اللي هي ايه لتحت، انا بخليها لتحت. اللحمه يا جماعه كل ما استوت خلاص، هي خلاص انا صدمتها وقفلت عليها كل الطرق انها تفقد العصاره بتاعتها، لما نزلتها في ميه سخنه بتغلي وشلتها، وبعدين نزلتها في الحله سخنه جدا واديتها زي ما انتم شايفين سيرنج كده وحمرتها، خلاص انا قفلت عليها كل الطرق انها تفقد ايه العصاره بتاعتها. طيب مش عايزاها تشد، مش عايزه اي حته لحمه تشد معاكي، ولونها يبقى جوه مش بني ومش رمادي. اللحمه على فكره لونها جوه لازم يكون روز. ده بقى يجي منين؟ او اللون الحلو ده بقى يجي منين؟ يجي ان احنا ما نعليش عليها طول الوقت، لا هي ربع ساعه تلت ساعه يا ستي نص ساعه، وبعدين تهدي النار وتسيبيها تستوي بقى على الاقل من مهله، وهتشوفي هتاخدي حته لحمه زبده لا تلزق بجد، ولا تشد ولا تعض ولا اي حاجه. متفقين؟ متفقين. طيب هنعمل ايه بقى؟ سلقنا اللحمه، هنعمل بقى طاجن. الطاجن ده بقى فكرته ان انت بتحيقيه بالخضار، بس الخضار يعني عارفه كده كاني بسبك الطماطم من غير ما اسبكها،
يا بيبا اللي انت بتقوليه ده، تعالوا اقول لكم المقادير وبعدين اقول لكم انا بعمله ازاي. هنعمل يا جماعه طاجن لحمه راس بالصلصه او بالخضار، تعالوا اقول لكم. اول حاجه عندي هنا لحمه الراس اللي سلقتها، وعندي بقى بصل متقطع جوليان، وفلفل الوان كمان، فلفل الوان ولحمه راس، بصوا مزاج. عندي هنا بقى قرنين فلفل خضر وكمان حمر كده بقطعهم حلقات، وعندي طماطم متقطعه، فصين ثوم، ملح وفلفل اسود، كمون، سبع بهارات، كاري، جوزة الطيب، رشه القرفه، والكزبره الجافه، والشطه والزعتر، ومش محتاجه حاجه للتزيين بس ماشي، ممكن نقول رشه بقدونس عليها في الاخر. تعالوا نقول تاني، هنعمل طاجن لحمه راس من الاخر. سلقناها السلقه المعتبره، هناخدها ونحط عليها بصل وطماطم وفلفل الوان وفلفل حار وثوم، ملح وفلفل اسود وكمون وسبع بهارات وكاري، جوزة الطيب ورشه قرفه وكمان شطه، كزبره جافه وزعتر جاف، وللتقديم شويه بقدونس. مش عايزاها مشطشطه هتشيلي طبعا عادي جدا الفلفل الحار. اتفقنا؟ اتفقنا. طب هعمل ايه؟ نفس الزبده احطها عندي هنا اهي، بس توصي بقى حبه حلوين كده اهو، نسيبها تسيح. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. عايزه اقول لك، عايزه تكتري الكميه، انت ممكن تحطي هنا بطاطس وكوسه وجزر وبروكلي، ده بجد وهيطلع حلو، هيطلع حلو جدا. تكتري فلفل الالوان، تحطي فلفل رومي اخضر عادي جدا، شيلي يا ستي فلفل الالوان، حطي الفلفل الرومي. طب هنا الفكره ايه؟ الفكره ان انت بتاخدي حته لحمه مع خضارها تحطيها على الرز بقى، مش عايزه احكي لك، بتبقى تحفه. تحطيها في رغيف عيش، هنا مثلا انا بحب جدا اللحمه في عيش بلدي، واغرقها فلفل اسود ورشه ملح، يا سلام بالنسبه لي، يعني هو ده مزاجي في اللحمه. ماليش انا مثلا ان انا احطها على الرز والكلام، لا لا لا، انا احبها كده لو هي مسلوقه مثلا او في طاجن، احب جدا بطاطس كمان في الطاجن ده هتبقى حلوه، الكوسه، الجزر، البروكلي، الحاجات دي كلها، فاصوليا ممكن تحطيها. يعني عايزه اقول لك، شوفي الخضار اللي انت بتحبيه وحطيه في الطاجن ده وهيديكي نتيجه تحفه. متفقين؟ متفقين. طيب عندي هنا الزبده ساحت، زي ما متعودين بحط ايه؟ شويه زيت. هنزل هنا بقى في الاول بايه؟ شايفه الطماطم دي؟ هحطها كده. ليه بقى؟ انا عايزه اخد الطماطم بس مش عايزاها قطع. امال انت عايزاها ايه؟ لا انا عايزاها هي تنزل كده ميتها وتدينا عصير ولحم، فبسيبها على النار تستوي وبعدين اديها كده هرسه بالهرسه بتاعت البطاطس واحط عليها بقيه المقادير، فاهميني؟ بس دلوقتي احط عليها الثوم، هنكحها بقى هي ثوم كده، واحط عليها بقى كل البهارات اللي احنا قلناها. طبعا طبعا بهاراتك بتاعتك، يعني مش لازم حرفيا تلتزمي باللي انا بقوله، لا خالص، انا ممكن احط اللي انا عايزاه. لا يا فيفا ما عنديش كزبره، ما بحبش الكزبره عادي جدا. يا فيفا طب انا ما عنديش جوزة الطيب، مش مشكله ما بحبهاش، اوكي. بس طبعا انت عارفه في حاجات عندنا اساسيه، الا وهي ملح وفلفل اسود وسبع بهارات، معلش مش هتنزل عنهم، يعني دول بصراحه بينكهولي الاكل قوي يا جماعه، ما ينفعش اتنازل عنهم لان هم فعلا فعلا بيفرقوا جدا في طعم الاكل. واخر حاجه رشه جوزة الطيب، وزي ما اتفقنا شويه الزعتر الخطيرين دول، ويبقى الفلفل الاسود، وحطينا سبع بهارات والملح. تمام. بصي بقى، اقلب بقى في الطماطم دي، اقلب كده فيها اهي، واسيبها على النار زي ما اتفقنا تستوي.
تستوي، انا عايزه منها لحم وصوص، انا مش عايزه عصير. بتفرق جدا. مش احنا لما بنيجي نعمل مثلا صلصه المكرونه الايطاليه اللي هي الصوص المارينارا، بعمل ايه؟ بعمل كده في الطماطم مع الثوم ومع البصل، وبعدين اروح ضربهم بالهاند بلند. هي فعلا بتفرق جدا، سبحان الله. تعالوا نشوف كمان، الله، حته اللحمه بتاعتنا، الله، ريحه خطيره اساسا من قبل ما تغلي، وانا اساسا بقلبها في البهارات والتوابل. الكرفس طبعا عامل عمايله، العود القرفة عامل عمايله، تحفه اهي. وطبعا الشوربه تاخديها تعملي بيها اللي انت عايزاه، يعني هنحط منها في الطاجن وهنحط منها على السبانخ. ليه؟ لانها شوربه فله. شوربه فله ليه؟ لان دي يعني تاني حاجه بعد ما غسلت اللحمه في الميه السخنه اللي بتغلي جدا، رحت عامله ايه؟ شايلاها ورميه الميه، ودي بقى على ايه؟ على نظافه من الاول. فالشوربه طبعا فله فله بقى، مش عايزه احكي لك، يعني حته لحمه مغسوله غسله محترمه بس بالميه المغليه، فاهميني؟ غطي كده وايه؟ واقلب كمان فيه الطماطم. وتعالوا بقى نروح فاصل لحد ما تبدا كده تستوي، علشان نرجع نهرسها ونكمل عليها، تكون كمان اللحمه عندنا كده اتسلقت واستوت معايا. نشوف هنعمل الاطباق الجايه ازاي، استنونا. بصوا بقى الطماطم، بصوا عملت ازاي، كانها وكانها ريحتها خطيره بشويه البهارات والتوابل. اروح عامله ايه كده بالمعلقه فيها اهي، تديني ايه؟ لحمه اهو، لحم يعني، مش لحمه لحم كده وصوص اهو، شايفين؟ وريحتها خطيره اهو مع الثوم. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ احط بقى الباقي اللي هو ايه؟ البصل اهو، واقلبه، شويه بقى كزبره او بقدونس برضو، واتفرجوا على الحلاوه وعلى الطعم. الخضره دي بقى مش عايزه اقول لكم، بتتحط في الطواجن في حته تانية. صينيه البطاطس ما اعرفش اعملها من غير بقدونس ولا كزبره، يا حس كده النكهه بتعلى، الطعم بيعلى. يعني عايزه اقول لكم الخلطه دي انا ما عنديش اي مشكله ان انا اغمسها هي بس اهو. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحط الفلفل كمان الحار، والفلفل كمان عندي هنا الالوان. وزي ما قلت لكم احنا ممكن نستغنى عن فلفل الالوان خالص ونحط فلفل رومي فقط لا غير، بس كده احلى خلطه لاحلى طاجن لحمه راس هيدخل الفرن معانا. بس كده مش هحط ايه ميه، لا انا عايزه احط شوربه. هعمل ايه بقى؟ اجيب اللحمه بعد ما اتسلقت اهي، هبدا اقطعها. الطاجن يحب ايه؟ الحتت صغيره مش كبيره. بصوا بقى فيها شويه اراقيش بقى، بصوا لونها عامل ازاي، خطيره كده. طبعا هتكمل جوه سواء في السبانخ او في الطاجن، هتكمل تسويه. يلا بينا، حلو قوي كده. تعالوا نحطهم نعمل تاني. بصوا بقى دي انا بقشرها ازاي اهي، الحته اللي هي زي ما بقول لكم لما بتتسلق بنقشرها اهي كده. اهو من غير ما احفف اللحمه او اخد من اللحمه، شايفين طلعت معايا على طول ازاي اهي؟ بعد ما بتتسلق بعمل كده، ما بتحفش خالص معايا، واشيل سكينه كده حاميه
هتلاقي ايه ان انتي شلتي القشرة بسرعة من غير ما تاخدي من اللحمة وتحضريها طبعا. بس كده وينقطعها تمام، ناخدها ونحطها هنا نقلب. بصوا بقى، عايزين تقطعوا اصغر طبعا براحتكم اهو. الريحه جباره يا جماعه، الريحه جباره. الحاجات دي بقى كلها تتقمر كده وتدخل فين؟ طبعا الفرن في طاجن حلو. واحب احط ايه كمان فيها؟ قرن فلفل اخضر وعود كرفس. يلا ناخد الايه اللي احنا عملناه ده ونروح على الطاجن اهو. نحط بقى الحاجات الحلوه دي اللي ريحتها حلوه حلوه وطعمها هيكون احلى. اهو نوزع كده علشان الفلفل. بس كده، ايه رأيكم في لونه؟ خطير ها؟ وطعمه اخطر، طعمه هيكون تحفة. حط بقى ايه، عود كرفس كده حلو وقرن فلفل خلاص، وطبعا شوربة، الشوربة اللي احنا عملناها اهي، حبة كده حلوين هنا. بس كده حطيت حبة حلوين وارجعها واخد بقى الطاجن ده. انا بحب اغطيه واحطه، عارفين كده كأني حطاه في الفرن البلدي. طب بتحطي بحطه كده في يعني القاع بتاع الفرن، مش فوق مش على الرف، على طول على الصاجه اللي هي ايه في اول كده دخلت الفرن. مش عايزه اقول لكم بتفرق جدا 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 في تسويته. وبعدين بكشفه وبعدين اروح عامله ايه، حطاه بقى تحت على طول الشوايه ياخد لون، ولا انه هو مش محتاج اي حاجه. يعني انا بحب بصراحه الخضار مستوي بس مش ناشف، فعايزين تحطوه ياخد لون اوكي هو مش هيبقى محتاج. تعالوا بقى ندخله الفرن ونشتغل في الوصفه اللي بعدها. الله، يلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا بقى، زي ما قلت لكم عندي هنا عملنا الطاجن واللحمه الراس. تحب ايه؟ سبانخ، تحب جدا السبانخ. طيب تعالوا بقى نقول مقادير لحمة الراس بالسبانخ. يلا بينا اهي مقاديرنا الحلوة. اول حاجة عندي هنا ايه؟ عندي السبانخ وعندي حمص الاكل وعندي بصل وعندي كزبرة وطبعا عندي الحمص زي ما قلت لكم المدشوش. تاني سبانخ بلحمة الراس، عندي سبانخ طبعا، هي طبعا الايام دي مش موجودة غير انها تكون فروزن، فعادي جدا هنعملها. وادي اللحمة اللي سلقناها، ملح وفلفل اسود، جوزة الطيب، 7 بهارات، وتوم مفروم، بصل مفروم، وكزبرة. لازم لازم سبانخ يعني كزبرة، دي يعني ما فيهاش نقاش. خضرة وناشفة، خضرة وإيه؟ وناشفة. وكمان عندنا هنا الحمص بقى المدشوش بنقعه، عارفين حمص الأكل، الحمص المدشوش تمام وبنقعه. وعندي هنا بقى السمنة البلدي أو الزبدة، براحتكم براحتكم خالص. تعالوا بقى نحط الحلة بتاعتنا كده على النار تسخن ونكمل تقطيع. بصوا السبانخ بصراحة
مش عارفه ليه عندي كده اعتقاد انها بتحب السمنه، مش عارفه انتوا حاسين زي كده. بتحب السمنه، تحب السمنه يعني بحس كده بتديها طعم مختلف مش زبده، عشان كده تلاقوني بعمل على طول السبانخ بالسمنه. طيب اللحمه هنقطعها برضو اهو لحد بس ما ايه الحله بتاعتنا تسخن اهي خلاص. وعايزه اقول لكم انتوا ممكن بعد ما تعملوا السبانخ برضو تدخلوها الفرن، برضو تدخلوها الفرن، وبرضو دي حاجه هتعلي منها جدا. تعالوا نشيل الحته دي خالص زي ما اتفقنا، بنشيلها من غير ما ناكل في اللحمه. دايما اقول طول ما سكنتك حاميه طول ما انتي منجزه اهو بس كده. وتعالوا نعمل الحتت التانيه، طبعا في حتت فيها عظم، اللي بياكل لحمه راس عارف ان في حتت بيبقى فيها عظم، ده عادي جدا. وبتبقى زي ما انتم شايفين كده ملبسه شويه، انا يعني بقول لكم حته لحمه طريه حلاوتها انها طريه. اوكي تعالوا نعمل ايه، الحله عندي سخنت، تعالوا نحط السمنه. يعني بقول لكم حلاوتها بالسمنه، معلقه سمنه بلدي كده حلوه معتبره. عندي هنا ايه بقى، بصل كتير والثوم احط شويه زيت، وهروح اجيب معلقه واقلبهم، ولازم لازم اسيبهم كده ايه على النار طبعا شويه يتبلوا اهو. تعالوا بقى لحد ما يتبلوا، انا بحب التوم كتير يا جماعه لحد ما يتبلوا كده نروح لفاصل ونرجع نشوف هنعملها ازاي، استنونا. بصوا بقى يعني الاراء بتختلف، البصل يتحمر ولا يصفر؟ انا احبه يتبل، يتبل يصفر كده. احمره قوي دي بصراحه دي ما ببلعهاش، بحس ان الصلصه بتكون تقيله، الحاجه مش خفيفه. جربوا كده بس تدبلوا البصل وريحته تجنن كده بالسمنه البلد زي ما قلت لكم. طيب هحط ايه؟ اول حاجه هحط حمص الايه؟ الطبيخ، الحمص المدشوش بتاعنا اهو. طبعا طبعا ناس بتعمل السبانخ بالرز، ناس بتعملها بالفريك، ناس بتعملها بالحمص. انا مثلا احبها جدا بالرز، في ناس تحبها جدا بالفريك والحمص، التلاتة احلى من بعض براحتكم. وبعدين بقى هحط ايه السبانخ بتاعتي اهي. ويأديها تقليبة حلوة كده، والبهارات بقى بتاعتي كزبرة، وكمان عندي هنا 7 بهارات ورشة جوزة الطيب. وبعدين نرجع لي حاجاتنا الأساسية اللي هي الملح والفلفل الأسود، الحاجات الأساسية، ونديها تقليبة سواء كانت فريش أو كانت مجمدة لازم أعمل الخطوة دي.
فريش او مجمد. انا حسيت اني قلت الاثنين واحد. عندي ايه بقى دلوقتي؟ اللحمه اروح منزلاها هيلا بيلا كده، بيأديها كمان تقليبه حلوه اهو. حلو الكلام. واروح بقى حاطه عصير ايه، الطماطم. يلا عادي، طماطم مضروبه في الخلاط اهي، واقلب. وكمان يا سلام لو حطيت شويه شوربه اكيد الطعم هيكون احلى. واسيب بقى الدنيا دي كلها تستوي وتاخد وتدي مع بعضها. عايزه اقول لكم سبانخ يعني كزبره، لازم ده مش اختياري، لازم حزمه السبانخ لازم يتحط لها كزبره. مش عايزه اقول لكم طعمها بيبقى عامل ازاي، ده غير طبعا الطشه اللي على الوش بقى بعد كل ده. طيب فيفا انت مش ملاحظه ان الصلصه مش كتير؟ بصوا يا جماعه السبانخ ما بتحبش الصلصه كتير، هي بتبقى عايزه كده، عارفين اللي هو احنا حاطين صلصه بس ما تبقاش تقيله، ما يبقاش لونها تقيل طماطم، لا هي بتبقى حلاوتها في كده. عايزه تحطي معلقتين صلصه على عصير الطماطم ماشي، وطبعا شويه شوربه منكهه كده خطيره. بصوا لونها عامل ازاي وانا بحطها، شويه شوربه ايه، اصلا الوصفات كلها تستاهل بقكم مش بس الشوربه. بس كده واسيبها واغطيها، هي ده لونها، هو ده المفروض يكون لونها، متبقاش تقيله الصلصه عن كده. نغطي بقى خلاص. فاضل لي ايه؟ فاضل لي ان انا اعمل طشه، شيل بس كل الحاجات دي. طشه لما السبانخ تستوي، يعني السبانخ بتستوي وتستوي جدا، وزي ما قلت لكم عايزين تقلبوها في طاجن وتدخلوها الفرن مفيش مشكله، برضو هتكون حلوه قوي. شيل دي كمان ودي، نروق الدنيا. بصوا انا عملت كل حاجه معاكم، بس هي التقطيعات اللي كانت قبل ما انتوا تيجوا، غير كده احنا داخلين مع بعض مخلصين مع بعض اهو. زي ما بقول لكم في ناس عاشقه عاشقه للحمه الراس، يعني عايزه اقول لكم بالنسبه لهم لحمه الراس دي يعني اكله موسميه، هي دي. بصوا احنا نجيب بقى حته لحمه راس كده ونعملها طاجن، لا ده احنا هنسلقها، لا ده هنحطها في السبانخ، ومشهوره جدا انها بتتحط في السبانخ، ده مش افتكاستي يعني، دي هي معروفه جدا انها يعني لحمه راس يعني سبانخ. طيب تعالوا نجيب الطاجن بتاعنا وشوفوا بكبكته وانا هقول لكم على ريحته. بصوا بقى، بصوا عامل ازاي بيبقبق ازاي، ولو قعد كده بصوا الحته ان احنا ان انا بحطه على الصاجه بتاعه الفرن من تحت خالص، بصوا بتخليه خطير، عارفين كده كاني بسوي في فرن بلدي، النار تحته شديده جدا، ريحته تجنن تجنن تجنن. بقول لكم اللي ما بياكلش لحمه راس هيحبها جدا بالطريقه دي، هتعجبه قوي حقيقي، مختلفة. وبقول لكم الخضار اللي فيها تحطوه بقى على الرز مع اللحمة يعني لوحدها، والبكبكة بقى عالية عالية، زي ما بقول لكم لو سبتوه ربع ساعة هيفضل يبكبك كده، ليه؟ واخد حرارة لما شبعان. تمام التمام. ندي تقليبة لحبيبتنا هنا السبانخ ونعمل الطشة بتاعتها علشان نقدمها. يلا هنعمل ايه؟ تعالوا نحط حتة سمنة برضو حلوة اهو، ونحط عليها التومة، وزي ما قلتلكوا شوية الكزبرة الخضر، ده مهم جدا ينديها تقليب اهو. طبعاً
طبعا محتاجين ايه؟ شويه رز بشعريه او شويه رز ابيض براحتكم خالص، انتوا بتحبوا تعملوها ازاي او تاكلوها جنب ايه، اعملوا اللي انتوا عايزينه، شعريه او رز او رز حبه بحبه. انا بقول لكم يا جماعه الاكل ده مزاج، واللي بياكل الحاجات دي هو ادرى بقى بمزاجه، يعني مش انا اللي هقول له. ريحه الطشه دي بقى يا نهار ابيض ريحه الطشه دي يا نهار ابيض بتبقى بقى اضافه رهيبه على ايه؟ على السبانخ. عندي هنا السبانخ انا هقدمها، طبعا هي محتاجه تقعد على النار اكتر من كده وتستوي براحتها اكتر من كده، بس عشان انا ما عنديش وقت فانا ايه هقدمها. اوكي يلا بينا. انا عايزه ايه احط ده هنا بس كده عشان اقدم ده كمان جنبه اهو. بصوا بقى هتبدا تميسا، انا هجيب لكم معلقه وكبشه عشان اوريكم الحلاوه. كبشتي فين اهي؟ بصوا بقى ادي لون الصلصه، هو ده اللي انا عايزاه، ريحتها تحفه، ما تبقاش اتقل من كده، هو ده لون الصلصه اللي انا عايزاه. شايفين عامل ازاي؟ هو ده اللي انا عايزاه، ريحتها تجنن. انا بحب السبانخ قوي يا جماعه، بحب السبانخ قوي. يلا تعالوا بقى نقدمها كده. هتاخدوا حته لحمه دايبه بالطريقه اللي احنا عملناها دي، وان احنا كمان بنكمل تسويتها سواء في الفرن او على النار. بس امسحي انت، سواء كده سواء كده الاتنين تحفه. يلا بينا اهي، حبه حلوين كده عشان نخلص منها مره واحده. نحط اللحمة لو لسه في لحمة اهي، دول 2 كيلو، دول 2 كيلو لحمة رز علشان احنا عاملين صنفين بس. اللي يشوف يقول لا ازاي ده كله يعني بكيلو ده ليه؟ علشان احنا حاطين هنا خضار كتير فالكمية اكتر، وكمان عاملين هنا ايه؟ حاطين السبانخ فعاملين خضار. اخر حاجه بقى يلا الطشه. الله على الوش كده، مش عايزه اقول لكم بقى دي نكهه تانية ازاي على الوش كده، وهي الكزبره كده واخده وطعم التوم يا تحفه. تعالوا بقى نقدمه، يلا بينا. عملنا ايه النهارده؟ عملنا قطعيه حلوه جدا في البقره، هي لحمه الراس اللي ليها عشاق كتير قوي وليها محبين كتير قوي، وبيختلف عليها الاذواق. احنا عملناها النهارده للناس اللي بتحبها. عملناها الاول سلقناها وقلنا بنسلقها ازاي وبنطعمها ازاي وبناخدها فله ازاي من غير ما نغسلها بميه عاديه تحت الحنفيه، وقلنا ازاي بعد كده بنستثمرها، بنسلقها وكمان بنعمل بيها سواء الطاجن اللي بالخضار او السبانخ الخطيره. كل سنه وكلنا طيبين وعد علينا، كلنا الايام بخير. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم، ولسه مكملين معاكم ان شاء الله في وصفات عيد الاضحى. اشوفكم بكره على خير من 1 لـ 2 والاعياد 4 صباحا. باي باي.